إذا كمية النور، احنا نشبه هنا لا نريد أن نقيسها يعني قياسا حسيا، لكن كمية النور التي ينالها الإنسان من الطاعات في هذا الشهر الكريم، وكمية الأجور كمية يعني مضاعفة عن الشهور الأخرى، أكثر من الشهور الأخرى أضعافا مضاعفة. نحن لم نتطرق إلى الأجور في درسنا هذا، لماذا؟ حتى لا يكون المحدد هو محدد يعني محدد الأجور، محدد التجارة كما يقال، يا رب إيش أسوي كم تعطيني زيد فقط، وحتى لا نحسب على الله سبحانه وتعالى، لا، محدد النور محدد يعني أنا أراه أقرب للذة الاستشعار، لذة الإيمان. يريد الإنسان دائما أن يكون من أهل النور، ولذلك كثير من الذاكرين عندما يتواصلون معنا يقول سبحان الله، يعني الناس كأنها ترى الأنوار فينا، ما الذي يحدث؟ هل فعلا يعني يرون فينا شيئا مختلفا؟ نقول لهم تلك الإشراقات التي تكون في عرصات يوم القيامة هي بدأت معكم من الآن، بدأت معكم من الآن، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذا النور، هذا الذكر الذي يذكره الإنسان في أوراده وفي الصباح وفي المساء وأدبار الصلوات، وتلك الصلوات التي يعرج بها إلى الله تبارك وتعالى، وتلك العبادات التي يقدمها قربانا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبره بوالديه وإحسانه إلى جيرانه وإخوانه، ويعني إلى آخر هذه الأعمال الصالحة، لا شك أن هذه تنير الجسد كله وليس الوجه فقط، لا يشرق بها الوجه فقط، وإنما الجسد كله يكون فيه صحة وعافية. أذكر منذ فترة يعني إحدى يعني البنات يعني تشتكي من أمراض وتتناول أدوية طيب وحبوب ومسكنات إلى آخره، وعطيناها يعني نصحناها ووجهناها بأن تذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، ومع مرور يعني الأيام والأسابيع والشهور والسنوات يعني صارت الآن تقول الحمد لله، كانت يعني كان دولابي مملوء بالأدوية، الآن الحمد لله لا أتعاطى شيئا من الأدوية أبدا. ماذا نوجه أوجهناها بأي شيء من الأذكار؟ هي الأذكار العامة، لا إله إلا الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار وقراءة القرآن وغيرها من الأذكار الطيبة. إذن نور الذكر يدفع ظلمات الألم، ويدفع ظلمات يعني المعاصي، ويدفع ظلمات الفكر، ويدفع ظلمات الجسد والخوف والفزع والوسواس والهم والغم، يدفع كل ظلمة. النور إذا دخل القلب انفسح القلب، انفسح الصدر، وكان محطة يتزود منها الجسد كله. إذن فلا عجب أن تتشافى الأجساد بذكر الله سبحانه وتعالى، كما تتشافى القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، وتتشافى العقول بذكر الله سبحانه وتعالى.